المهم خلينا نروح مع حضراتكم كمان دلوقتي زي ما كنا بنتكلم معاكم في بدايه حلقتنا النهارده على ملخص الحلقات الثلاثه والحلقات الثالثه من المسلسلات الكوميديه والاجتماعيه في دراما رمضان. كان فيها احداث مشوقه جدا، خصوصا بقى في مسلسلات زي ايه؟ الكبير الجزء الثامن، ومسلسل بابا جه الفنان اكرم حسني، امبراطوريه ميم للنجم خالد النبوي. خلينا نتابع معاكم كده سريعا اهم احداث حلقات امبارح ونرجع لحضراتكم على طول. الحلقة الثالثة من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة، البداية مع الكبير قوي الجزء الثامن. الكبير أحمد مكي قابل صديقه نفادي حاتم صلاح على القهوة وطلب منه مساعدته للزواج من حبيبة قلبه النجمة أمينة خليل. أنا عاوز أتجوز أمينة خليل. بص بتبص لي كيف؟ أمينة بعد عيونك عني. أمينة خليل؟ أيوه، مش قلت لك تعرفها؟ ما مصر كلها تعرف أمينة خليل وبتحبها. الحلقة الثالثة من مسلسل إمبراطورية ميم شهدت توجه محمد محمود عبد العزيز طليق حلا شيحة أو مي لمنزلها وهو بيحاول يرجع لها، وبتصحى بنته وبتترجاه يخرج من البيت، لكنه قعد على كنبة ونام عليها وقفلت حلا شيحة الباب عليه. وبتستمر محاولات الشركة الراغبة في بناء كومباوند جوه المعادي في إقناع خالد النبوي، وبيجتمع مدير الشركة بالموظفين وبيطالبهم بوجود حلول وطرق علشان مختار يبيع فوراً. وقابلت حلا شيحة خالد النبوي في الشارع قدام بيته وهو مع بنته، واعتذرت له على اللي حصل منها في المدرسة وأهدته كوكيز وحلويات. حلويات يعني؟ أيوه. أنا عامل دايت. أنا على فكرة عندي دايت برضو شوفان بس على الفيسبوك، بس بفلوس يعني، إنما ده فور فري. في الحلقة الثالثة من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، عرفان أو صلاح عبد الله راح اشتكى البهجة من تصرفات تاجر سوق الجمعة وبيطلب من بهجة يروح معاه السوق. وأثناء وجوده في المنزل بيتفاجئ بهجة بمحضر جديد وطلبه في الاسم بسبب مشكلة التهرب الضريبي، وده بيسبب له صدمة تانية. ليه ده؟ ده جواب استدعاء من براحة التهرب الضريبي. وفي الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد بلاس ون شهدت محاولة تقرب الدكتورة ملك من شريف سلامة وإنها بتعرض خدمتها عليه، ودخلت عليهم والدته إسعاد يونس وحست بإعجاب الدكتورة ملك وسألتها هل هي مرتبطة أو متجوزة. وفي الوقت اللي شريف سلامة بيكشف فيه على والدته رصدت نظرات الإعجاب من ملك. بيسلمي على ماما، هي لسه موجودة ولا برضو؟ أما الحلقة الثالثة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني فشهدت أحداث وصدمات جديدة اتعرض لها شام بعد ما أصبح أب للإيجار، وانتهت الحلقة بانكشاف تزييف شخصيته بعد تورطه مع الطفل عمر اللي شغال هاكر. وبعد ما نجح في التستر على الطفل عمر لتورطه في شغلانة الهاكر انتهت الحلقة بانكشاف شخصيته، وجي لعمر مكالمة من اسم الشرطة بتطلب منه الحضور بعد ما تم كشف الخدعة. عمر عبد الجواد حسن؟ أيوة. مين معاه؟ معاك مباحث اسم اول يا عمر. عرفنا ان الراجل اللي كان معاك في البيت مش ابوك، وهنجيبه هو كمان. تيجي بنفسك بدل ما نبعت حد يجيبك من قفاك. الحلقه الثالثه من مسلسل صدفه بطوله النجمه ريهام حجاج شهدت احداث كتير. صدفه راحت تشتري مخدرات من احد الاشخاص علشان تساعد فرح للتعافي من المخدرات، ولما وصلت للمكان واخذت المخدر ظهرت عربية الشرطة وتم القبض عليها وهي بحوزتها كيس مخدرات، وما قدرتش تنكر إنها صاحبته. الحاجة دي بتاعتك؟ أكتب؟ حضرتك مسكني متلبسة، يعني الإنكار لا يفيد.